مخه بيتاثر طبعا، لا يمكن يكون طبيعي، لا يمكن يكون تعامل ما يبيش ان مخه طولت الحق، بس ما فيش حاجه تراتيجينيك واضحه يعني، هي فانكشنال اكتر منها. طيب نيجي للبرين، طبعا يعدي البرين ولا ما عديش يا ولاد؟ مين اكتر واحد يعدي البرين؟ الهروين. ليه؟ هاي الحاجة اللي على سبيل المثال، لما المورفين اقل اقل، وفي حاجات ما بتعديش استغلتها انا في علاج مين؟ الكحه والامساك. صح، زي مين؟ برافو عليك، ها دكتور مصرفان و لوبرامان. مره في مره هتيجي، ما هي اصل ده اكل العيش، انا عارف اسم الدواء. يبقى الحاجات اللي ما بتعديش هم اسمهم ايه يا اولاد؟ قلت لك مثال بقى، لوبرامان ودكتور مصرفان. دكتور مصرفان بتاع الكحه الجافه، واللوبرامان ده بتاع ايه؟ بتاع الدايريه اللي هي الوتر الدايريه اللي نان انفكتف. لازم اعرف كده، نان انفكتف، ما فيش حاجه مكروبه الدفاع لوبرامان. خلاص دي الديستريبيوشن. نيجي على الميتابوليزم، فارماكو كانت ميتابوليزم. بص اسالها لكم خالص ببساطه خالص، انت عرفت دلوقتي المورفين في ايه يا اولاد؟ في اثنين او اتش، وبيجي مكانهم ايه؟ جلوكورونيك اسيد. بيديني ايه بقى المركب؟ اسمه ايه؟ مورفين جلوكورونايد. اذا كان في الاو اتش الكربون اتوم رقم 3 بنسميه مورفين 3 جلوكورونايد، اذا كان في الاو اتش رقم 6 بنسموه ايه؟ مورفين 6 جلوكورونايد. يبقى اول طريقه للتخلص من الدواء يعني اللي هي اولاد الكونجوجيت. طب ايه الفرق بين المورفين والمورفين 3 جلوكورونايد؟ ده ووتر سوليبل وهنا ووتر ليبل. ده يخرج الاول المركب يخرج، خلاص دي طريقه التخلص من الدواء. طب خد بالك بقى معايا، وجد للاسف ان المورفين 6 جلوكورونايد مور بوتن زان المورفين في التسكين. بس ايه، خلي بالك بس عيبه ما يعرفش يطلع المخ لانه ووتر سوليبل. سبحان الله، وجدوا له الترانسبورتر اللي داخله المخ. عشان كده في سؤال جميل يقول لك انت الهاف لايف بتاع المورفين كام ساعه؟ تقول له 3 ساعات، من 2 ل 3. طب بيشتغل كام ساعه؟ ما بديك حكمه كده 6 ساعات. ليه؟ لانه بيخلف. انا قلت الناس دايما اللي بيخلف ما ماتش. بيخلف مين؟ مورفين 6 جلوكورون اقوى منه. هتقول لي يا دكتور ما هو ووتر سوليبل. اقول لك لا، له ترانزبورت. دي نمره واحد. نمره اثنين، المركب ابنه الثاني اسمه مورفين 3 جلوكورونايد، ده بيعمل اكسايتيشن، بيعمل كونفالشن. يعني معنى كده ايه؟ لو واحد عنده الكليه تعبانه ممكن يجي له كونفالشن نتيجه لمين يا اولاد؟ المورفين. علم وضح، سهله ولا صعبه؟ بسبب الكابوليشن في انهي ميتابوليت اسمه ايه؟ المورفين ده. خلاص هذا اول طريقه. خلاص طريقه ثانيه بالاكسده، بالاكسديشن، مجموعه ثانيه من الادويه زي الفنتانيل والعلب بتاعته، الفنتانيل والبيتادين والحاجات دي بيتاكسدوا، بتكون بعضهم يكون مركب ان اكتف وبعضهم يكون مركب اكتف. اديني مثال المركب الاكتف برضه، البيتيدين ده مشهور يا ولاد عندنا في المستشفيات هنا في كل حته، له اسم الامريكان اسمه نورم بيريدين، اسمه ميبيريدين، الاسم العالمي بيتيدين، هو نفسه ده. اما يحصل له تكسير بتكون له مركب اسمه ايه؟ نورم بيريدين او نور بيتيدين. ايه هو المركب ده؟ برضه بيعمل كونفالش. بيعمل ايه برضه يا اولاد؟ كونفالش. يبقى انا عندي مركبين دلوقتي، اما راح عملوا ميتابوليزم طلعوا مواد سامه تعمل كونفال، اللي هم مين؟ المورفين والبيتيدين. يجي سؤال بقى اكسبلين، يا ابني اللي عنده رينال فيلر ايه الادويه الممنوعه عليه؟ او مش حلوه مش كويسه ليه؟ وخاصه في الكرونيك. الناس كبار السن ايه الادويه اللي انت بتديها بحذر وخايف؟ المورفين والبيتيدين، وبالذات البيتيدين، لان البيتيدين اخطر لانه بيطلع مركب اللي هو ايه؟ بيعمل كونفالشن. خلاص يا ولاد؟ نيجي بقى ده هيهمكم في السعوديه هنا اللي هو السب 2 دي سات. السب 2 دي احنا اتكلمنا عنه في سنه اول، ده بيعمل تنشيط لمين؟ للكوديين. عشان كده خلي بالكم في السعوديه هنا تلت المرضى عندهم نشاط زايد، معناها تلت المرضى هيستفيدوا جدا من مين؟ من الكوديين، والتلتين مش هيستفيدوا او تبقى فايده قليله. عندهم هايبر اكتيفيتي لهذا الانزيم، ده نمره واحد. ونفس هذا الانزيم اللي هو 2 دي 6 يا اولاد بيكسر الميثادون وبينشط الترامادول. يبقى ارجع اقول تاني، المرضى هيستفيدوا من دوايين هم مين؟ اللي عندهم نشاط كوديين، عندهم نشاط زياده من الكوديين والترامادول. تلتين هيبقى استفادتهم عاديه، مش هيبقى استفاده باستفاده جامده زي الناس التانيين. بعد كده الفنتانيل والميثادون وليس لهم اكتف ميتابولايت، ده يهمني في ايه؟ في الكدني، الكدني ديسيز. يبقى انا لما اقول لك واحد عنده كدني ديسيز يبقى تدي له دواء بيطلع ميتابولايت نشط ووتر سولب النشط، ولا تدي له دواء نو اكتف ميتابولايت؟ نو اكتف. خلاص يا ولد واضح الكلام؟ هذا كل الميتابوليزم اللي انا عايز اطلع منه. في دواء بقى بتكسر بسرعه في الدم زي الهيروين والريمي فنتانين ابو 10 دقائق الهاف لايف بتاع، دول بتكسروا بالاستريزس. عشان كده الهاف لايف بتاع ده ايه يا ولد؟ طبعا ده اسمه داي اسيتايل مورفين، بتكسر
يبقى اسمه مونو اسيتيل مورفين، بتكسر يبقى مورفين، تحول للمورفين في العين، اللي هو الهيروين تحول للمورفين. كل واحد اكتبه. خلاص يا ولاد؟ اه ماشي يا شباب، عشان كده الهيروين ما بيستخدمش. يبقى هذا الميتابوليزم كلمتين اقولهم تاني. والله الميتابوليزم اللي عندنا دكتور في حاجات بالكونجوجيشن زي المورفين والعيله بتاعته. في حاجات بالاكسديشن. الاكسديشن ممكن يطلع مواد اكتف وممكن مواد ايه؟ انها. اديني مثال حاجه مهمه اللي هو الكوديين. 2 دي 6 12 هو الترامادول. حاجات ما بتطلعش اكتف ميتابوليت زي المثال. خلاص انتهت العمليه. عمليه اسمها الببرون في حاجات نعم. اللي هي الكونفرجنس مع سي 3 لا مورفين 3. لا هو بيشتغل ما بيشتغلش على البيود ريسيب المركب ده له حاجات اخرى. ممكن بيزود الجلوتامين يقارن بيزود الجلوتامين. بعد كده طبعا يا اولاد ما بيخفيش عليك بقى ان الناس اللي عندهم ميتابوليزم تعبانه تاخد بالك منهم ولا لا؟ زي النيو بورن والكبار في السن تاخد بالك منهم في الجرعه لان دول الميتابوليزم بتاعهم تعبان. المورفين بيصل للبيك بتاعه بعد ساعتين، الهاف لايف بتاعه 3 ساعات، احنا قلت ايه؟ عشان كده ممكن تستخدم منه سستيند ريليس فور. صح؟ في حبوب هنوريها لكم في العملي كبسولات طويله المفعول، ليه؟ لانه الهاف لايف بتاعه 3 ساعات وبيشتغل 6 ساعات، فانا ممكن اديك مرتين في اليوم بس مورفين. للناس المزمنه لو عنده مرض الم مزمن. بالمناسبه يا اولاد عايز كنت تكتبوا معلومه، وجدوا كانوا زمان يقول لك خايفين من الدواء يعني ادمان ومش ادمان، فاللي عنده كانسر اديله عند اللزوم. وجدوا هذا فاشل وحرام. كل الناس دلوقتي في العالم الناس المتقدمه قال لك لا انت كده حرام تقتل المريض من الالم. يا اخي اديله، وجد ان الادمان في المرضى قليل جدا، مش هيحصل ادمان ولا حاجه. ادمان ادكشن مفيش. وبعدين كل ان انت ما تديلوش كميه مسكنه للالم بحيث يسكن الالم عنده، شغلت له السمباثيتك وعملت له انكزايتي وعملت له ديبريشن، ممكن تجد تضطره الى الانتحار. صح. حرام عليك، اديله الدواء بالجرعه الكافيه. فانا عايز اقول ايه يا اولاد؟ يعني اكتبها معلومه عندك بقى، في الالم المزمن اعطي الدواء في فترات ثابته. دي احسن وسيله. فترات ثابته يعني مثلا مورفين كل 8 ساعات، دواء هتدي العادي. سستند ريليس كل 12 ساعه ثابت، سواء عنده الم ما عندوش الم. الرساله وصلت يا شباب؟ ما فيش حاجه اسمها عند اللزوم، عند اللزوم ده خطا وغير ادمي زي ما هم درسوا. طيب الريمافنتانيل طبعا الهاف لايف بتاعه 10 دقائق، فاستخدمه امتى في الحاجات دي؟ ثلاث في الجراحه. مسكن مع التخدير بتاع الهاف لايف بتاع البوبرنورفين يا شباب طويل 10 ساعات، الميثادون 55 ساعه. ايه الخطوره بتاعتهم؟ توكسيستي والاكيوميليشن يتراكم. ما هو يعني اديك جرعه مع جرعه مع جرعه يتراكم في جسمك ويعمل لي مشكله، يعمل لي ريسبيرات. خلاص الميتابوليزم يا شباب واضح؟ مفيش فيه مشكله. بصوا كده للمورفين مثلا على سبيل المثال، المورفين انت اخذته من الجهاز الهضمي طلع الليفر طلع لي ايه؟ مورفين 3 مورفين 6 مش كده؟ ايوه. ممكن يخش المخ؟ نعم. ما قلنا هو لما هم اساسا معمولين ربنا عملهم في الكبد كده عشان ايه؟ عشان يخرجوا. لان المورفين ليبت سولب يرجع يمتص تاني، ينزل في اليورين ويرجع. فاكرين انت اللعبه دي؟ ها؟ طيب خلاص. بص يا اولاد الطرق الاعطاء هذا باللي بيشم واللي يبلع والحقن جميع الطرق، لان ادويه هاي ليبت سولب. بص الاكسكريشن بقى، ومهم الاكسكريشن برضه. ايه اهم طريقه الاكسكريشن؟ الكدني. تاخد مينلي الميتابولايت اللي هو الوتر سولب، بس برضه ممكن تاخد شويه من الدواء الاصلي، مش في مشكله ابدا. هو طبعا ويك بيز، لو انت عايز تخرجه اكتر خلي الدواء ايه؟ اليورين اسيد. بص يا اولاد الاكسكريشن احنا قلنا اليورين مهم، واللي يهمنا هنا الكليه. واللي عنده الكليه تعبان هاخد بالي من الادويه اللي بتطلع حاجات نشطه زي مين؟ مورفين. قلنا المورفين ومين كمان؟ والبي تي دي. مورفين والبي تي دي والترامادول برضه شويه. الحاجات اللي بتطلع ادويه نشطه. طب خلاص خلصنا من الكليه. اخدها بقى من فوق لتحت بيطلعوا في السلايد. ليه يا اولاد؟ ادويه نان ايونيزد هي في الدم، فبتمشي معايا سكريش تخرج من الدم تروح اي حته. ولا سيما اذا كانت الحته ديت البي اتش بتاعتها مختلفه عن الدم زي المعده. صح ولا مش صح؟ مش فاكرين الايون ترابنج؟ هي في الدم نان ايونيزد. اما تعدي المعده بالديفيوجن هتبقى ايونيزد، هتتحبس ما ترجعش تاني. عشان كده سؤال جميل جدا، نقول لك يا ابني واحد واخد جرعه مميته من المورفين. وجالك العياده او جالك المستشفى تغسل له المعده ولا ما تغسلش؟ لا لا لا. الصح المنطقي يقول لك لا ده واخد حقنه بالانترافينوس. لا الصح تغسل له المعده، تعمل غسيل. ليه؟ لسه قايل اهو تحول الدواء الى ايونايز. من الدم يخرج فين؟ في المعده بالديفيوجن يا اولاد، لانه في الدم نان ايونايز. وصل للبلاد فيزل بتاعه المعده انا روح خارج تبع بس في ديفيوجن يخرج على الوسط حمضي يحتجز في ده في كتير في المعده خاصه في الجرعه السابقه. يبقى انا قلت المعده كده وخلصت من المعده اللي يهمني. يبقى المعده سواء المريض واخد الدواء انترافينوس
واخده اور واخده باي طريقه لازم ايه؟ في سبب ثاني يا اولاد برضه؟ طب في سؤال ثاني. مريض جالك واخد جرعه مورفين. جالك بعد ما اخذ الجرعه ب 8 ساعات. تغسل له المعده ولا ما تغسلش؟ ليه؟ انا نفسي لا. اللي واخد اورا واحد دوكا كان واخده انترابل ده واخد اورا هيباتيك سيركليشن لا لا ما فيش البروفين بيعمل ايه في الجهاز الهضمي؟ ما فيش سيركليشن يبقى دمه زي ما هو ما اتحركش صح يبقى نغسل ولا ما نغسلش؟ يمدي خلاص؟ طيب خلاص خلصنا من دي نيجي بقى الصلايف ايه فائده الصلايف؟ لو انت سعادتك رحت على كمين بتاع بوليس ولا حاجه عندهم تيست للصلايف يعرف في المخدرات يعني بما فيها مين؟ المورفين وبعدين نيجي بعد كده عند الام الميل الدواء يروح في الملك ولا ما يروحش يروح يبقى يروح للطفل ما يروحش الادويه الثانيه مثلا المورفين الحاجه طبعا ممنوعه في الرضاع اساسا ولكن في دواء اخطر منهم اللي هو الضعيف اللي خلاص الكوديين اول الكوديين مسموح خلاص هتاخد الام ماشي يا اولاد لو هي عندها نشاط في 2 دي 6 ايه اللي حصل طب هو بيتحول ايه للكوديين ولا مورفين كوديين طيب بتحول الى مورفين كميه كبيره راحت معديه عند مين؟ عند الطفل عملت له ايه؟ بس هذا اللي يهمني في الاكسكريشن هقولهم تاني مره اول حاجه اليورين وانا استفدت خد بالك من الادويه النشطه اللي بتطلع مواد نشطه زي البيت دي والمورفين نمره اتنين السلايفا استفدنا منها في التحليل اعرف عندك على فكره زمان يا اولاد هتعرفوا معلومه برده ظريفه انه المورفين في الحيوانات سبحان الله بدي عكس بدي اكسيتيشن بهيج الحيوان عشان كده اللي عندهم سباك الخيول اللي عنده خيل يوم يحكوا له حقنه مورفين قبل السباق يبقى نشيط جدا ومختلف خالص عنده تهيج وقوي جدا فيعرفوا ان هو واخد مورفين ازاي يحللوا له ايه؟ السلايف خلاص؟ في البدايات خلاص كان ياخد السلايف يحقنوها في فار يشوف التاثير عليه ما مش مشكله نمره اثنين في المعده نمره ثلاثه في الملك خلصنا من الاكسكريشن حد عنده اي سؤال في الاكسكريشن؟ قلنا كل احتمالات الاكسكريشن طيب نيجي للجرعه طبعا والجرعات هناخد المورفين على سبيل المثال مثلا 10 مللي جرام يحقن سبكوتينيوس طبعا الغرل هيبقى اكبر شويه جرعات عشان الميتابوليزم فيرست باس 10 و30 و60 اتجه هنا الانترفينس 2 ونص و5 واضح انتوا عارفين السبب لان هنا ما فيش فيرست باس الاطفال الجرعه بتاعتها هي مش مشكله انت يطلع دكتور اطفال يبقى يعرف الجرعه طيب نيجي للالترناتيف روتس في ادمنستريشن الحاجات اللي احنا عرفناها دلوقتي اللي هو ايه؟ انترنيزل والحاجات دي ناخد بقى يا اولاد الفارماكولوجيك افكت برضه هنلخصها لكم ببساطه كده وبسرعه الفارماكولوجيك افكت في تاثير المين على السي ان اس في حاجات بريفرال اللي هو الجهاز الهضمي واليورين والباول والبليير سيستم حاجات بسيطه يعني والسكن اساسا السي ان ناخد السي ان اس السي ان اس نقسمه جزئين جزء انهبيشن وجزء ستيميليشن واحد هيعترض يقول لي يا دكتور الستيميليشن ايه؟ احنا قلنا الدواء ده انهبت احنا قلنا انهبت انهبت يبقى متفقين على المبدا هناخد انهبيشن اول حاجه يا اولاد الانالجيز احنا عرفنا الانالجيز تسكن جميع انواع الالم واشد انواع الالم بالعكس السيفير بين بس يكون كونتينوس بتسكنه 100% فيزرال بين اللي هو ما تقدرش عليه نان سترايك خلاص يا شباب مش هتكلم عنها بقى اكتر من كده لان انتوا عرفتوا الميكانيزم بتاع التسكين صح؟ هضيف لكم حته واحده بس اللي هي الحته دي. انتوا عرفتوا ان هي بتسكن بريفر وانت طالع وانت نازل. في حته بقى ما اتكلمناش عنها اللي هي بتعمل ايه؟ البرسبشن بتاع الدين. قلت لكم بتعمل ايفوريا. والايفوريا ديكريز البرسبشن. يعني يقول لك المريض تساله يقول لك ايه الواحد حقنه بس عنده مؤسكله شديده على فكره بنعالجه برضه بالاوبيويد بتدين. لما ياخد حقنه يقول لك تقول له الالم راح يقول لك اه هو موجود بس مش اي الم. الاول يا سطار يشتكي شكوى مره دلوقتي يقول لك اه انا عارف حاسس ان هو موجود بس مش اهم خلاص يبقى البرسبشن اختلف نمره اثنين هي موديفاي لان بتطلع على الليمبيك سيستم موديفاي ايموشنال رياكشن تو كيك وده مهم لك زي ما قلت لكم قبل ما نحكي القصه دي مش عارف يحكي عن الصحابه زمان واحد احب يقطعوا رجله فقال لهم انتظر لما بصلي مش كده هو صلي بيقطع ليه بيقول لك سبحان الله لما بيصلي بيصلي بالاخلاص بدرجه ان يجي له ايفوريا وانتعاش واندماج ما يشعرش بالالم عايز بس ادلل لكم انه ايه الايفوريا بتاعتك او الحاله النفسيه بتاعتك بتاثر على مستقبلك للالم عشان كده تلاقي السوسه زي ما احنا بنحكي اي حاجه تشكه يصرخ مش عارف في واحد تاني ممكن زي ما حكيت لكم على الالم سبحان الله تعملوا له ما يشعرش فالبرسبشن بتاع الالم دي اللي مين اللي بياثر عليه يا اولاد الاوبيويد هل الافكت ده منطبق على النانستورين؟ لا لا دي الفرق ما بين الاثنين خلاص خلصنا من الحته دي نيجي هنا سؤال
بقول لك ماذا يحدث؟ هذا السؤال ده جميل برضه. يعني مثلا بقول لك واحد ماشي على مورفين عشان عنده سرطان، وبعدين الالم اشتد، فانا عايز اديله حاجه تساعد المورفين، نعمل كومباينيشن. هل يصح ان انا احط معاه بنتازوسين مع المورفين اللي هو اجونست انتاجونست؟ ما بقدرش يلي يكون افرض انا عملت كده، هذا ده بيشتغل على الاجونست على الكابا وانتاجونست على ميول، وده بيشتغل اجونست على ميول هو المورفين. لو جمعتهم مع بعض يحصل ايه يا اولاد؟ انت ضيعت القوي ولا الضعيف؟ قوي. يبقى غلط ولا صح؟ غلط. ده ممكن يحصل وزدراب. هقولها تاني؟ هقولها تاني يا شباب؟ تاني. كنا زمان عشان اكد لكم، كنا زمان قبل ما يطلع النالكسون كنا بنعالج المورفين توكسيستي بالبنتازوسين. مش ده التايواني الضعيف اللي بيشتغل على الكابا؟ بس هو اجونست على الكابا. قول تاني، البنتازوسين هاخده كمثال. اجونست على الكابا وانتاجونست على الاوبيويد. على الميو. فانا لما واحد ماشي على الميو اللي هو المورفين ومتسكن وممتاز وزي الفل، رحت مديله حقنه بنتازوسين، راحت بلوك مين الميو؟ ضاع الافكت على الميو. ضاع الافكت على الميو، يبقى الالم هيرجع له تاني، يبقى خطا. وده بيجي سؤال مهم جدا، وبيجي في الام اس كيو كتير في كل الامتحانات العالميه. بيقول لك يا ابني لو واحد بياخد دواء اجونست فول اجونست زي المورفين، وبعدين الالم اشتد عليه، عايز تعمل له كومبينيشن، هل تضيف له اجونست انتاجونست؟ ينفع؟ لا. خلاص. اعطيك بقى بنتازوسين مش عارف كل الاجونست انتاجونست واحط لك فيهم واحد فول اجونست، لا خد انت الفول. خلاص ده من ليه؟ هذا الالم خلاص. ايه فوري؟ مين اللي فوري؟ اتفضلك معايا يا عبد الله. احنا قلنا فوريا، قلنا دي عباره عن حالتين، ترانكلينيتي، ريلاكسيشن، انبساط، سعاده، هابينس، ما فيش انكسايتي، ما فيش اي حاجه خالص. سببها يقال انه زياده الدوبامين في مناطق من المخ. واحد هيقول لي زياده الدوبامين ازاي؟ ما احنا قلنا انهبت انهبيتور. خلاص، زياده الدوبامين في مناطق من المخ. او نقص النور ادرينالين في اللوكاس ريولس. فبيتشال من عنده الخوف والابريهنشن. ما عادش بخاف. عشان كده يا اولاد ده اللي بيفسر ليه الشباب للاسف المراقبين بياخدوه. هو عايز ايه؟ انت عايز ينبسط، عايز ما فيش عنده اي اكسايت، ما يكون عنده اي مشكله نفسيه في الخارج. طبعا الحمد لله اقل الناس، الحمد لله الدول الاسلاميه معروفه، ما يكون عنده اكسايت، عنده ستريس ولا حاجه، يقول لك عايز حاجه ايه؟ يقول لك عايز حاجه ايه؟ تعزلني عن الواقع. هو ده يعزلني، وفي نفس الوقت تبسطني. يبقى راجل مبسوط ومش شاعر باي حاجه من اللي حواليه ومش خايف. عشان كده الناس بقى المجرمين يا اولاد بيستغلوا الشباب اللي هو المراهق انه عشان يروح يفجر نفسه ولا يعمل، يقوم ايه يديله الحاجه دي. خلاص اصبح شجاع، يقول له انت بطل، حط الحزام روح خش. يقول لك ايوه خش انا بطل. خلاص ليه؟ ما حدش عنده خوف. عرفوا السيكولوجيه بتاعت الحاجه عشان نفهمها. عرفنا يا شباب الحته دي؟ يبقى ما فيش خوف. ليه؟ لانه شال الادرينالين في المنطقه دي جلوكاسترين، وزود الدوبامين فعمل له انبساط وعمل له الحاجات دي. عرفنا يا شباب؟ وده اهم حاجه في الادمان. نيجي سؤال بقى، طيب هل بتعمل اليوفوريا في اغلب في كل الناس؟ في الناس المدمنين والناس المرضى اللي عنده الم. وجد سبحان الله احيانا واحد سوس وتوت عايز يجرب المورفين، احيانا تعمل عنده ايه؟ ديسفوريا، لانه بتشتغل على الكلام. احيانا دي الحاجه. خلاص خلصنا من دي. عرفت اليوفوريا ولا؟ طيب نيجي للسيديشن. انا قلت السيديشن بتهدي المريض. لو الجرعه زياده خلاص تعمل غيبوبه. بس رغم ان هي بتهدي المريض يقوم بالموتور اكتيفيتيز بدون مشكله. وبعدين نو امنيزيا مش ناسي. كان عندنا احد الرؤساء رحمه الله كان هو شارب اللي بتاع يتكلم كلام ويفتكر كل حاجه 100%. نو امنيزيا ما بتنسيش. واخد بالكم معايا؟ بس بتعمل ايه؟ سليب دروخش واكثر في الناس الكبار في السن. بس هذا المريض اتنادى عليه ايزلي اراوست. يعني يصحى ورغم انه نايم خالص. خلاص عرفت ادي خصائص السيديشن. لو زادت الجرعه تعمل طيب. بس خلي بالك لا يعني تفهم خطا ان هي ممكن تعمل انتي كونفالس. بالعكس، تكتب معلومه كده برضو من دلوقتي انه المورفين والعلاج دي كلها ممكن تعمل كونفالس، مش بالميكانيزم بتاع الميتابوليت بس، لا هي نفسها تعمل كونفالس. اذا يعني انت اخذت سيدة فبروتك ممكن تعمل انتي كونفالس زي الديازيبان كان انتي كونفالس. لا هنا لا، السيديشن مختلف. سيديشن مختلف. خلاص خلصنا من السيديشن. يبقى انا قلت كام حاجه دلوقتي يا اولاد؟ انالجيزيا، ها؟ ايفوريا، ها؟ سيديشن. ثلاثه من هيبيتور. الحاجه الرابعه، طيب بقول لك انت لو حطيت كومبينيشن، حطيت سيداتيف مع يعني سيداتيف هيبنوتيك مع المورفين، يحصل مور ديبريشن ولا لا؟ مور ديبريشن. ممكن اعمل غيبوبه، ممكن اعمل ريسبيراتيف ديبريشن. ناخد بالك من الحاجات دي. يبقى اكتب برضه معلومه عندي،
ما تعملش مع المورفين حاجات السي ان اس انهيبيتورز، خد بالك لاحسن في مشكله عندك. في بعض الاستثناءات يا اولاد سبحان الله، زي ما احنا قلنا في استثناءات، هنا استثناءات برضه، بدل ما تحصل سيديشن يحصل اكسيتيشن عند بعض الناس، ولا سيما في الفيميلز سبحان الله محدش عارف، في الفيميلز بعضهم يجي لهم اكسيتيشن من المورفين مش سيديشن. وبعدين سبحان الله زي ما انا حكيت لكم في بعض الحيوانات زي الكات والهورس والكاو والحاجات دي يحصل لهم برضه ايه؟ اكسيتيشن. هو ده اللي بيستغلوه الجماعه اللي بتقعد سباق السباقات عشان اكسيتيشن. خلاص عرفنا كده؟ انت هنا من الكلام. نيجي للي بعد كده الهرمون. هل الاوبيويد او المورفين له علاقه بالهرمون؟ نعم، انهبيت هرمونات. ودي حته مهمه جدا تاخدوا بالكم منها. هرمونات ايه؟ كورتيكوتروفين هرمون والادرينو كورتيكوتروفيك هرمون. الله، ازاي يا عم الحاج اهو؟ جونادوتروفين ريليزنج هرمون انهبيتر، يعني ال ال اتش والاف اس اتش. الله الله الله، دي حته مهمه جدا. ال ال اتش والاف اس اتش يعني ما فيش تستوستيرون. الله، يبقى هو بياخده عشان يكون الحاله الجنسيه. ايه رايكم بقى؟ بالعكس يا ولد، يحصل له مشكله، يحصل له امبوتنس سبحان الله. ليه؟ لان نيبت ال ال اتش. طب في الفيميل مفيش استروجين، يقل الاستروجين، يجي لها لخبطه في الطبع. يبقى انا لو سالتك سؤال، يبقى لماذا يا ابن المدمنين الستات عندهم لخبطه في الدواء؟ لخبطنا ال ال اتش والاف اس اتش والميل عندي يوم ما عنديش تستوستيرون سبحان الله. هم لو سالتوا الشباب المراهق ليه بتاخدوا؟ يقول لك لا ده حلو. لا ابدا ابدا، ده كل ما مش اي، بالعكس اهو احنا بنتكلم بالعلم. الحاجه الثانيه الاي سي تي اتش انهبت، فبقل الكورتيزول. الكورتيزول مهم جدا للجسم، الكورتيزول مهم جدا عشان الجلوكوز وعشان صح وعشان الضغط وعشان حاجات كتير جدا. فاذا وكمان انهبت الاوكسيتوسن. الاوكسيتوسن يا اولاد يقول عليه باللغه العربيه هرمون الحب، هرمون الحب العاطفه. اللي عنده اوكسيتوسن كتير عنده مور كايند، بيكون مور كايند. عشان كده الناس دول يتحولوا الى ايه؟ مور فايلنت. فهمنا يا عبد الله الكلام؟ يبقى عنده عدوانيه شويه، لان الاوكسيتوسن عنده قل. خلاص، ادي الهرمونات اللي هي انهبت عنده يخسرها المريض المدمن. بعد كده نيجي للريسبيريشن من السنتر. انا هقولها بمنتهى البساطه، انا شرحتها لك. هذا الريسبيراتوري سنتر ما بيشعرش، عملنا فتحنا البوتاسيوم تشانل والكالسيوم ما بيشعرش بالسي او 2. خلاص، بيزيد السي او 2 عمال يزيد، عمل الاتي يبقى الريسبيرشن بتاعه اقل، ضعف، عمال يكل يكل يكل، ممكن يموت من الريسبيراتوري لو في جرعه او فاتوس. ده مش مهم، المهم ان انت سي او 2 زاد ولا قل يا اولاد؟ زاد. ريتنشن يعمل ايه في المخ؟ فازو دايلاتيشن اوف سيريبرال بلاد فيزل. طب انت لما تعمل فازو دايلاتيشن سيريبرال بلاد فيزل يزيد ضغط المخ. يبقى ممنوع على مين؟ عنده برنت. الناس اللي عارف عليك. يا سلام عليك، اكتب المعلومه دي. شفت احنا بناخد النهارده جواهر والله، يعني موضوع متشعب هتستخدمه في كل حاجه، في الطوارئ وفي العمليات وفي كل حاجه. يبقى طيب يجي لك سؤال، واحد مضروب في حادثه في راسه، هدي له مسكن، ينفع المورفين ولا في مشكله؟ في مشكله، بيزود الانتروجين. في مشكله، هيزود له ضغط. أيوه. المخ؟ ايه ازاي يزود ضغط المخ؟ هو اصلا مخبوط في دماغه، يعني ممكن يكون عنده نزيف. أيوه. يعني ضغط المخ اساسا عنده زايد. تيجي سعادتك تروح تزوده له، في مشكله. طب ليه حل يا اولاد؟ ده حل، اعمل له فنتليشن. فنتليشن تركب له خراطيم وانابيب تنفس ثنائي، يبقى ايه؟ ثاني اكسيد الكربون مش هيرتفع، يبقى نحل المشكله دي. او اكسبشن الثاني، لو واحد دماغه مفتوحه، يعني انا بعمل له عمليه ما فيش مشكله. لان ايه؟ فهمنا الكلام؟ خلاص فهمنا الريسبيريشن؟ طيب كفايه كده عليه. طبعا هو الميستر ريسبيريشن هنا عايز اقول انه يحدث عند الجرعه العاديه، بس له ميزه انه له انتاجونست. الجنرال اساسا اللي انتوا اخذتوها ها مالهاش انتاجونست، والباربيتيوريك الهيبنوتيك مالهاش انتاجونست، عشان كده خطيره. لكن هنا ما تخافش، هديك حقنه هتبقى زي الفل، له انتاجونست. واضح يا ولاد؟ وما يخفاش عليك لو حطيت باربيتورين وجنرال انستيزيا مع المورفين زاد فرصه الايه؟ هنا برضه ما يخفاش علينا ان انا عايز لما يكون المريض عنده مشكله في التنفس زي ما حكيت لكم اعطي له دواء من ايه؟ من الاصلي ولا من التايواني؟ من التايواني اهو. بارشي الاجونيست. ترامادول، واحد يقول له ترامادول لانه مش ميول اصلي. ده هو شويه ميول. الميبتازونيون. ميبتازينون سوري. ميبتازينون. ده برضه البروك الماسكرينيك ريسبتور، يعني حاجات مش اصل، ده ممكن تنفع في مرضى الايه؟ مع المرضى اللي عندهم مشكله في التنفس. طيب خلصنا من الكلام ده. طيب واحد برضه يقول له طب انت استفدت ايه من هو انهبيتور ريسبيريشن؟ هقول لك انا على حاجه. فاكرين المريض اللي اكيد بالمنر ايديم؟ ها؟ احد العلاجات الرئيسيه بتاعته ايه؟ مورفين. ليه؟ لانه ريليف الانكسايتي بتاعت الديسنيا. عنده اكيد بالمنر ايديم يا اولاد، الانكسايتي بتاعته مليانه ميه وارتشاح. اعملها من كده. فلما تدي له حقنه بتعمل له ايه؟ بالاضافه للفوائد الاخرى بتاعت المورفين طبعا بتهدي الانفزات. حاجه ثانيه برضه في الباليتيف كير. خلاص يا شباب؟
برضه في البريسلسنس، اي بريسلسنس اي كرش النفس ده بهد الموضوع ده. خلاص خلصنا من الريسبيريشن وما له وما عليه. نيجي في الكوف، المورفين واخواته انهبت الكوف، وسبحان الله وجدوا ليس هناك علاقه بين قوته على ميو ريسبتور وبين الانهبيشن الكوف. الكوف مش عارفين الريسبتور بتاعه فين اصلا، ومش عارفين المركز بتاعه فين، لدرجه ان وجدوا دواء مثلا زي الكودين ضعيف احسن في الكوف من المورفين. اذا في فصل ما بين الاثنين. وجدوا ان الكوف السب سيرابيتك دوز، يعني جرعه بسيطه، مش مهم الفول دوز بتاعت الانالجيز، جرعه بسيطه ممكن تسكن الايه، ممكن تمنع الكوف يعني. فالكوف عشان كده احنا قلنا بناخد ادويه ايه، بناخد ادويه زي مين، ديكستروبسرفان عشان الانفلشن تنقص. اخر حاجه التمبريتشر، المرضى دول المورفين على اجل على الميو ريسبتور وعلى الكاما ريسبتور انهبت الحراره، عشان كده هو انهبت الميتابوليك ريت. عشان كده هتلاقي الناس دولت لما نمنع عنهم الاوزدرول بيحصل عندهم ايه؟ ارتفاع شديد في الحراره. يبقى كم افكت دلوقتي الانهبيشن يا اولاد؟ سبعه. نقولهم تاني كده؟ نمره واحد ايه؟ انالوجيزيشن. ايفوريا. ايفوريا سيديشن. نمره ثلاثه. تشتغل على الاورال. نمره خمسه. نمره سته. الكاف. نمره سبعه. تمبريتشر. خلاص؟ حد عنده سؤال في دول؟ نيجي بقى للاكسيتاتي. سي ان اس اكسيتاتي. لا لسه واحد اهو، فازو موتر سنتر. بس الموتور سنتر انهبتد بالمورفين، نفس الفكره بتاعت